بريك اسمها خميخة، كل مرة نحضروا فيها غسيت تحضر معنا دونك باغ سكايب من إيطاليا حنان بن منور. صباح النور حنان، حاضرة معنا؟ شنو أحوالك حنان؟ صباح الفل والياسمين. لاباس ثم لاباس الحمد لله. شنو أحوالكم في إيطاليا في البداية؟ شنو الوضع عندكم غادي؟ مسكرة مش مسكرة؟ رجعنا من الأول الحمد لله، لا بأس إن شاء الله تطرق مسكرين والحمد لله لا بأس. دونك حنين حبينا في البداية باسمي وباسم فريق العامل معانا الكل في راديو بالما، انت توا بنت الدار ظهري مش اول مرة تتعدى معانا هكا، ولا حبينا نقدموا امتجاز الامير أكيد. ولدك بمناسبة عيد ميلاده ونقولوا له هابي بيرثدي الامير. حنين هابي بيرثدي وان شاء الله بطول عمره وان شاء الله بفضله لك وربي بفضلك ليه زاد امير. عايش فضلكم ان شاء الله، ما احنا سربريز والله مستني يعني ما نعرفش ما استنيتهاش حاجه ذاك علاش اقل حاجه نجم نقدمها لك حنين الحقيقه. عايشكم الكل والله. بي خلينا نبدو شوية ظهالي الموت طيحنا لك شوية. حبينا عملك سيربريزة ما انت انسانة حساسة برشا. من الفرحة. دونك ربي يفضل هولك. الروسات بتعمل اليوم شنية حضرت المال؟ اليوم ان شاء الله باش نعطيكم روسات نتاع جينواز باسبارتو، يعني اللي يحب يعملها بالطبيعة في المول المدور، يحب يعملها في مول طبق نتاع الفول يعني واقتصادية. أول ما حكينا نفكر قلت لي في الواتساب، قلت لي ماذا بينا حاجة اقتصادية للناس الكل. أول ما حكينا هذاك علاش خممت فيكم اليوم إن شاء الله باش نعطيكم جينواز ومعاها الكريم وبر نتاعها إن شاء الله حسيلو، بما أنه رأس العام. أي رأس العام وإحنا ماذا بيه حاجة نظيفة وما تتكلفش وبنينا سيختو زادة في الدار. بالنسبة للجينواز متاعنا اليوم إن شاء الله تنجم تعملوها بين 4-6-8-10 كعبات عظام كيما تحبوا أنتم بالطبيعة، أنتم وكبر المول متاعكم وأنتم والعلو اللي تحبوه. نبدأ من مستحسن 6 كعبات وما طالعين، يعني كان نحبوها يعني جينواز باهي 6-8 كعبات عظام هكاك. اللي بشي يعمل 8 يعمل عليهم 8 مغارف فارينة وثمانية مغارف سكر نورمال نتاع ماكلة. بالنسبة الثمانية مغارف معناتها يجيو 80 غرام، أما هاكا مغرفة عادية نتاع ماكلة باش الناس الكل تعرف تقيس وكهاو. ناخذوا 8 كعبات عظام نتاعنا بالأصفر وبالأبيض نتاعها معناتها كاملة، ما نقسموش الأصفر والأبيض، ونفقصوهم ونبداو نركضوا ونزيدوا بشوية بشوية في السكر نتاعنا. قد ما هي سهلة وقد ما المكونات ما فيهم حتى شيء، قد ما العملية تعتمد على ركضان العظام والسكر. يعني تبقى الحكاية بين 10-12 دقيقة حتى 15 دقيقة ونحن نركضوا بالماكينة معناتها بالأباغي بالروبو. كل واحد الروبو متاعه وقوته، يعني الباتور متاعه. أنا نركض بالقوة العادية المتوسطة للي تطلع حسيله تراوش قالة ما شاء الله تولي حتى من اللون متاع العظم يبياض يفتح وتراوها تولي دوبل وعالية تبارك الله. مدة كما قلت لكم 10-12 دقيقة حسيله هاكا تتراوه انتم كيفاش يتحول تبارك الله تولي شقالة مليانة بالعظم بالموسم متاع العظم ذاك والسكر مع بعض. نحينا الباتر على جنب، ناخذ الفارين نغرب له 8 مغارف فارين على قد العظم، قلنا على قد الفارين. كان تحبوها بالكاكاو تنقصوا مغرفتين فارينة وتحطوا مغرفتين كاكاو مر. كان حبيتوها معناتها بالكاكاو، كان بلاش كاكاو نخليه 8 مغرف فارينة ونغربلو بشوية ونطلعو من لوطة للفوق بالسباتو، من لوطة للفوق بالسباتو للي تدخلك الفارينة هذيك بالكدا في وسط الشقالة ومعاش يقعدوا كعابر وكل. نحطوها في المول كما قلت باش تجيكم جينواز ان شاء الله عالية. قد ما تصغروا بالطبيعة في المول 18 يبدأ ولا 20 حسيو، قد ما تصغروا في المول متاعكم قد ما جينواز متاعكم تجيكم عالية. فور 180 درجة
تبقى مدة 10 دقائق، هاكا انتوما والفرن تاعكم يشعل من الفوق ومن اللوطة، وبتبيعوا كل واحد والفرن تاعه كيفاش. يظهر لي سهلة، هاني قلت سهلة لكم لحد الآن تعتمد على الجيموز ركدان سهلة. العظام والسكر، تعتمد كان على ركدان العظام والسكر باش تجي ان شاء الله جينواز طريه وهشوشه وناجحه 100%. واللي يحبها مثلا ما عندوش مول مدور ولا مول متاع فول، برشا قالوا لي ما عندناش مول شنو نعمله، يحطها في الطبق متاع الفول العادي اي هذاك، اللي يجي يفرشوا عليه معاه. بابي كويسون اي، ويعملوا بها يا جاتو رولي زاد الباز هيري، يا يعملوا بها جاتو مستطيله ولا مربع، معناتها كي تخرج من بعد زاد بنفس التوقيت بين 8 10 دقائق، كي تخرج مستطيلة معناتها وكل شيء، تتقص على 2 3 4 قداش من ايتاج يحبوا، وتجي زاد جاتو مربع معناتها بالايتاج هذاك. واضح. بالنسبة للتسقية كل واحد كيفاش يحب يسقيها، يسقيوها بالقهوة بالحليب، قهوة وحليب، حليب ونسكافيه، كل واحد وكيفاش. لازم زاد الماء بتاع الغلة كل واحد، المهم تبرد بالكدا. واضح. ينجموا يقسموها على 3 مول باش تجيهم مثلا بعد ما غير قصان يعني في الوسط وكل شيء، والا مول واحد ومن بعد كي تبرد بالكدا 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 يلزمها تبات ماذا بيهم باش ما تفترش في القصان. هذه بالنسبه للجينواز نتاعنا يظهر لي ساهله ما فيها شيء، جوست يتبعوا لي زيتاب ويخدموا العظام مليح، والمكونات زاده كيف كيف، راهي ما تستحقش لا سكر فاني ولا تستحق خميره باش كيف، الدنيا هكا واضح واضح يعني، جوست عظام وسكر وفارين وفارينة واضح. واضحة مريقة. بالنسبة للكريم او بور زادا انت كيف عادوا كيف، توا الكريم او ناخذ بور ايه؟ 300 غرام فوالا 300 غرام زبدة، تكون من مستحسن زبدة باهية باش من بعد ما تجي ناسك مش تجي هاك الجو مجبدين باهي وكل معناه. شيء يعني فوالا، خاطر هي باش تعتمد على الزبدة وكل شيء، تكون طرية مخرجينها قبل بشوية من الفريجيدير، نخدموها مليح 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 يعني، نزيد نطريوها بالروبو بالباتور نتاعنا بالكدا بالكدا مدة 10 دقائق هكاك، في وسطك ال10 دقائق هذوكم نراوها قاعدة كيفاش تتبدل تولي كريم، وكيفاش قاعدة تفتح اللون نتاعها الزبدة، نزيدوها بين 100 و200 غرام سكر محاور. بالنسبة للسكر المحاور هاكو كان تحبوا تذوقوا حسيلو الحلاوة، خاطر كل واحد والحلاوة اللي يحب، وزيد الزبدة قوية وكل شيء وتزيد تجي حلوة ياسر يعني تحسها تولي قوية ياسر. أنا واضح. نحط 100 غرام، وبالطبيعة كل واحد قداش يحب يحط 200 150 180، 100 غرام دي 10 مغارف للي ما عندوش مثلا ميزان ولا حاجة، ويقعدوا يركضوا فيها مدة 10 دقائق. كان في صورة ماء تحبوا تزيدوا منكه، تنجموا تزيدوا أي نوع متاع فاكهة تكون مرحية كيما نوازيت بيستاش أي حاجة، عاملين لها البات نتاعها يعني محمرينها شوية في الفور ورايحينها بالكدا بالكدا للي تولي تقر زيتها كيما نقولوا، نزيدوها. وكان يحبوا يزيدوا شوية زادة كيف كيف حليب مركز يعني لي كونسونتخي، يزيدوا تعطي جو بنينة على الاخر. ديجا البارح برك في الليل اخر الليل هبطها على الشين يوتيوب بتاعي بنينة على الاخر بالنوازات وبالحليب المركز. واضح. وكان ما عندهمش هذوما يحبوها كريم وبر نورمال هاكا من غير عظام، يعملوها الزبدة وسكر محور اكاهاو، وقتها يدهنوا بها يعني كيك سوا الجاتو، يعملوا بها بين الطاق والطاق، يغلفوا بها الجاتو نتاعهم، وبين الطاق والطاق ينجموا يحطوا بالطبيعة فاكهة، يحطوا اللي يحبوا شوكولاتة دي بيبيتو شوكولا نوازيت حاجة مهروشة، كل واحد بالطبيعة غلة اللي يحب حاسد وغلة مقصوصة، ويزينوا بها زاد كيف كيف الجاتو من البر، واضح. وبالطبيعة للتزيين من فوق كل واحد كل وش واحد شنو يحب يحب وكل واحد يزين. فوالا، ذولي سهلة وما فيها حتى شيء. أكثر ديتايات كان يحبوا زادة بيان سور، ولا يحبوا يخليونا اي لهنا مثلا في البروجرام كومونتير نحاول نجاوبهم، وإلا على الشين يوتيوب بتاعي مرحبا بهم من السكول، يعطيك ذولي الصحة حنين. سهلة ومكونات في متناول الناس الكل، نتصور اي أنا وإن شاء الله الناس الكل حاسين فرحانين ان شاء الله عام وعامكم مبروك مبروك علينا الناس الكل، العام الجديد مبروك يا رب ان سيد شاء إن الله. شاء الله يعطيك الصحة إن شاء حنان، الله إن ميرسي شاء الله بوكو على مبروك الباساج سيد. نتاعك، انتي بنت الدار كما قلت لك في الاول، مش اول مرة تتعدى معانا. ميرسي بوكو على رحابة العايش صدرك وعلى الريغوسات اللبناني اللي تعطينا فيهم كل مرة، وان شاء الله حلقة اخرى زدت تكون معانا وحاضرة معانا في مناسبة اخرى. إن شاء الله، والله افيك بليزير، حاجة تفرحني برشا، ميرسي وعندي بوكو، حتى ميرسي بوكو. مزيدات
ميرسي بوكو ميرسي لكم حنين. انتم مرة أخرى، يعطيكم الصحة على الجيست، والله فرحتوني فرح قلوبكم إن شاء الله. ما ابسط حاجه، ابسط حاجه نجم نقدمها لك حنان. ميرسي بوكو، رد بالك على روحك وعلى صغيراتك في ايطاليا، لان الوضع ابارمون في ستر ربي ايطاليا إن شاء الله. مش ولا بد. ان شاء الله نهارك زين، وان شاء الله عامك الحمد لله، مبروك، وميرسي بوكو مره اخرى على معكم الغوسات مبروك البنينه. سعيد إن شاء الله.